السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أبو يانا. يا شباب، قبل يومين سقطت طائرة رياضية على أراضي بيت لحم. تشمهر الناس حول هذه الطائرة ليروا ما هناك، فهذا الأخ قرر يطلع على الطيارة وهو حاطط سيجارة يدخن ويأخذ صورة تذكارية مع الطيارة. والله يعني شعب نهفة للأمانة، هذه النهفات لا تجدها في أي شعب، وخاصة عندما يكون الشعب مظلوم ومكلوم ومغلوب على أمره. الشعب الفلسطيني هو الشعب الأكثر اضطهادا في العالم والأكثر مرحا وفكاهة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحياتي لكم.